على فكره ده هيخلي المشاعر ما بينهم اقوى يا بنت، لان هي هتحس ان هو تعب معاها فهتبدا يبقى في بينه وبينها. طب هي بتيجي معايا في الشارع وانا رايح الشغل وبشتغل شغلانه واثنين وثلاثه عشان اغطي، وهي قاعده فاضيه بتعمل مانيكير وباديكير، ما هي قاعده بتطبخ وتنظف وتودي العيال المدرسه وتشوف البيت ناقصه ايه وتودي العيال التمرينات وتذاكر وتغسل وتطبخ وتعمل في حاجات فارغه. اي كلام يا عبد السلام، دي حاجات فارغه. كل حاجات بتخلص في ربع ساعه اللي انت قلتيها دي، العماله تعد على صوابعك دي. المدرسه والبيت والطبيخ في ربع ساعه، احنا هنا بنقعد نطبخ في نص ساعه. المدرسه يا دوب 10 دقايق. نو كومنت. والغسيل عندك مكنه اوتوماتيك دراي كلين ربع ساعة، كل ده بتسأل خير. ومين اللي معاه فلوس يجيب الدراي كلين ده في البيت؟ يحط الغسيل. مين اللي معاه فلوس يجيب الدراي كلين في البيت؟ ولا نعم انت في المجرة؟ الغسالة. في المجرة. ده الغسالة أنا. نو كومنت. الغسالة أنا. نو كومنت. الموضوع هو انت بتقعدي على الطشت عشان تغسلي زي زمان؟ الموضوع ده غسالة أوتوماتيك. دراي كلين. الموضوع طلع عليه أكتر من فايدة يا جماعة، يعني ما تسمعوش كلام الكشاف حسن خالص. بجد دي وسيله للترابط ويعني سيبك مثلا ان هو يشاركها حاجه زي دي، مش بس هيقربوا من بعض وعلاقتهم هتبقى اكتر قوه، الموضوع يا جماعه له اثر ايجابي على الراجل نفسه، يعني علاج للراجل نفسه. زي ما قلت لكم الرجاله نفسهم اللي ساعدوا مراتاتهم في البيت اعترفوا بلسانهم بعظمه لسانهم ان الضغوط اللي عليهم اتشالت وبقوا مرتاحين نفسيا، بقوا ريلاكس. الساده المشاهدين بتوعنا لو سمحت، ده منظر ستات بتطبق ولا بتغسل؟ حد يجاوب عليا والنبي. دي اهو قدامكم كل حاجه بتطبخ ولا بتغسل؟ بنعمل كل حاجه بمعنى الكلمه. فين؟ في الجنه ان شاء الله. والله العظيم في الحقيقه في الجنه ان شاء الله، ربنا معاكم ان شاء الله. على فكره بيبان اللي بتعمل ولا ما بتعملش، بيبان. قدر الله ما شاء فعل. انت مالك بينا؟ احنا بنتكلم الرجاله اللي بتساعد الستات. احنا انت مالك يعني بينا؟ يعني انتوا تقعدوا في الاستديو تنظروا وتخلي الرجاله تقوم تسيق؟ مين قال لك؟ فهموني يعني. مين قال لك؟ على فكره كده حسن هتعادينا وهنجيب دراسات سخنه بعد العيد. انت كده بتعادينا. ماشي يا شيف حسن، بس عايز اقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه، ربنا انت معاكم. ليه زعلان؟ ما البيت كله يعيش في سعاده وما يبقاش فيه مشاكل. بيحرض يعني جامد جدا. مش فاهمه انت كده ان البيت يعيش في سعاده ليه؟ يعني حلو ان المشاكل ما تبقاش ما بينهم ولا في خناقات. يبقى في سعاده؟ ما قلناش يسلي. على فكره هيبقى فيه هسلي العيال والعبهم. ايه رايكم لو احفادي وعيالي ولا تقعد تلعبوا؟ ده بيرد عليها يقول لها شيلي عيالك انا مش عارف انام، الدوشه دوشه. يا ريت يشيلي العيال. لا انا هقعد، انا كحسن العيال. سكتي العيال دي. انت كحسن بعظمه لسانك في الحلقات اللي قبل كده قلت انا بقعد اقول انا عايز شاي، انا عايز قهوه، انا عايز معرفش ايه. بس انا ما اعرفش ايه. القطه بتعدي والقطه بتاونه والقطه ما اعرفش ايه وبقعد ما بعملش حاجه. طب انا كحسن انبسطت من ايه؟ من القطه والشاي واللي انت بتقوله ده. فانت كحسن ما بتعملش حاجه، فلازم نبدا بيك انت شخصيا. لو عرفنا نغيرك هنغير الرجاله كلها ان شاء الله. جرب بقى اقعدوا نظره في العيد وقول لنا النتيجه. لو مش هتغير حاجه، لو ما بقتش اكثر سعاده ابقى اقطع دراعي. جرب بس، جرب بس، شفت المفروضيه كلها. طب والله صحيح احنا في تجربه عندك اجازه العيد، جرب اعمل اللي احنا بنقول لك عليه. جرب شوف هتبقى سعيد ولا لا. تحط ايدك في ايد المدام وتنظف البيت. جرب نار الغيره. تقول لها انا اتحداك، انا هتحداك، اتحداك يا جماعه قدامكم وكلمونا قولوا لنا رايكم في الموضوع ده.